عندي 2 بتنجانه من متوسطه الحجم، هشويها في الفرن او على النار، هعملها زي كاني بعمل بابا غنوج كده بالظبط. وعندي 2 فص ثوم مفروم، و2 معلقه كبيره من الزيت، وعندي كمان معلقه كبير معلقتين كبار من معجون الطماطم او هريسه اللي انتوا حابينه تقدروا تعملوه، وعندي معلقه صغيره من الملح، وعندي كمان معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وكمون مطحون، وعندي كزبره برضو مطحون. تاني تعالوا نقول المقادير. محتاجين للدقوس البتنجان، عندي بتنجان متوسط الحجم وهكون شوية على البوتاجاز او على الفرن تمام زي ما هو كده كامل، وهبدأ ان انا احط عليه 2 فص من الثوم المفرومين، ومعلقتين من الزيت، وعندي كمان معلقتين من معجون الطماطم او هريسة الشقطة، ذا او ده اللي انتوا حابين تعملوه تقدروا ان انتوا تعملوا بيها، وعندي كمان معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود وكمون والكزبرة. انا بقدم كمان اهو البرغل، طلع الريحه مش قادره اقول لكم الجمال عامله ازاي، ريحه بجد فظيعه. تعالوا بقى ايه، حط كده قرن الفلفل الحلو ده اللي احنا كنا حاطينه اهو، ونزين بشويه البتنجان اللي احنا كنا قايلين عليهم. احنا كده طلعنا برغل البتنجان، وعملنا كمان البانيه بتاع البتنجان اهو بالشكل ده. تعالوا بقى ايه نقدم كده الحاجه اللي احنا عملناها عشان نفضي الدنيا ونشتغل على طول. اهو هقدم معاهم كده كاتشب ومايونيز طلعناها، هوريها لكم حالا، والبرغل بتاع البتنجان، وتعالوا نعمل الدقوس ونقدم بقيه الحاجه مع بعض. هوريكم كمان البيتزا كمان لما طلعت بقت تحفه، بصوا الجمال. هبدا اقدمها كده معاكم برضو بطريقه سهله وبسيطه، ومش هتاخد اي وقت خالص في الفرن او في التحضير. عندي بقى الكبه هنا، هبدا بقى احط البتنجان اللي انا شوياه وطبعا مقشراه بالشكل ده تمام، وهبدا احط عليه فص الثوم. وانا كمان كنت وانا بشوي البتنجان شويت كام فص ثوم كده زي ما انتوا حابين، حابين تحطوهم ني تمام، حابين يعني تشوهم تمام. عندي فلفل احمر كده، عندي كمون وكزبره، كله كده هي سلطه بارده كده طعمها حلو جدا، ولو حابين برضو فلفل حامي فيها بتبقى حلوه جدا. وعندي هحط معلقتين او معلقه الصلصه او الهريسه، وهبدا ان انا اضرب كل الكلام ده كده في الكبه انعم خالص. الفلفل محتاج كان يتقطع صغير شويه او يتفرم لوحده، هطلعه كده ايه ونفرمه لوحده تمام. هطلع كده الفلفل. تعالوا نقول سريعا كده واحنا بنقدم الدقوس، انا لسه الحاجه الوحيده اللي ما حطيتهاش شويه الكزبره دي، ممكن تحطوها في الاخر بعد ما تملحوا وبعد ما تحطوا كل حاجه. انا كده حطيت البهارات، حطيت كمون وكزبره، واحط ملح وفلفل، واحط عليهم بقى ايه شويه زيت كده، زيت زيتون او زيت برضو عادي اللي موجود عندي اهو، شويه فلفل ملح سوري، شويه فلفل اسود، هات لي الطبق اللبني يا اسلام، وعندي شويه من الكزبره او البقدونس برضو هحطهم، بس خلاص دول مش هفرم بقى بعديهم الدقوس، هسيبهم كده. خد كده افرم لي دول يا اسلام اي حاجه. تعالوا بقى ايه نقلب الكلام ده كده مع بعض، ونبدا ان احنا نحطهم في الطبق اهو بالشكل ده. تعالوا بقى ايه نبدا نحط الدقوس بتاعنا اهو،
كل الدقوس اللي احنا خلطينه مع بعض بمنتهى السهوله، والهريسه كمان بتديله طعم حلو قوي لو انتوا حابين تحطوا عليه هريسه. هبدا كده اقدم بالشكل ده، بيبقى نوع مقبلات لطيف وظريف على السفره كده جنب اي حاجه انتوا حابين تعملوها. طبق جانبي حلو جدا، وفي نفس الوقت بيتقدم بارد ما بيبقاش سخن. بحط عليه شويه زيت كده اهو بالشكل ده، زيت زيتون او عادي، ويبقى تمام قوي. تعالوا نقدم كمان البيتزا بتاع البتنجان بزيت البتنجان. نقدمها مثلا هنا. احنا خلاص خلصنا. هنرد على السمك، ما تقلقش. هنرد على السمك حالا، ما تقلقش. اهو هنبدا نقدم البيتزا. بصوا شايفين الشكل الجمال، بصوا شايفين الحلاوه، بجد طعمها في منتهى الجمال. حاسين بالطراوه بتاعت البتنجان؟ البتنجان خلاص استوى وبقى طري جدا اهو. بصوا انا حطاه على ورق زبده عشان اقدر ان انا اشيله، او لو عندكم سيليكون برضو تمام. البتنجان مستوي والجبنه سايحه، وطعم الطماطم بقى اللي من فوق ده رهيب.